طلقني. نعم انت بتقولي ايه؟ زي ما سمعت كده، طلقني. طب اهدي كده وقوليلي في ايه. والله انا هادية جدا بس عايزة اتطلق. ها سمعتني؟ حنان دخلت. يطلقك ليه يا مريم؟ اهو كده انا مش عايزة اكمل، فياريت يطلقني. وانا ما بطلقش، وسابهم وخرج. مراد، مراد استنى. حلو كده يا مريم؟ ليه كده يا بنتي؟ انا عارفة انا بعمل ايه وهو ده الصح. صح ايه؟ صلح اللي عملتيه يا مريم. وسابته وخرجت. انتي بتقولي ايه؟ ازاي اتجوز وكمان غصب عني؟ لا انا مش موافقه طبعا. بت في ايه؟ احنا مش بنخيرك اصلا، انتي مش هتقابليه النهارده. لا ده مستحيل. ايه اللي مستحيل؟ ده غصب عنك. وقربت منها ومسكتها من شعرها. فاهمه؟ فاهمه. ما بتجيش غير بالعين الحمراء. يلا جهزي نفسك. طيب حبيبتي اللي زعلانه. سحر قالت كنت في الشركه ولا فين؟ طب ما انت عارفه. كنت عندها صح؟ ايه ده انت بتراقبيني؟ كلمت مراد وقال انك ما جيتش. ما انا ما شفتش. والله لا انت كنت عند كاميليا. يا امي وهو ما اتاخرتش. يا زين انت بتتعب نفسك، سيبك من ابوها ومن شغله. طيب يا امي قريب ان شاء الله، فين امنيه؟ لما نشوف يا زين. امنيه فوق. طب انا هطلع اشوفها. ماشي. زين طلع ما لقاش امنيه في الاوضه، راح اوضتها لها قاعده على سريره وبتعيط وماسكه صوره في ايديها. احم مالك يا امنيه؟ مفيش، في باب على فكره. زين قرب منها. ما كنتش اعرف انك هنا. انا كنت بشوفك هنا ولا لا؟ بتعيطي ليه؟ بابا وماما وحشوني قوي. الله يرحمهم. وبعدين انت مش قاعده في الاوضه بتاعتي ليه؟ عادي. زين قرب منها وحضنها. مش عايزه اشوف دموعك يا امنيه، ممكن كفايه بقى؟ طب حاسب النار تلسعك، ممكن اللي حصل ده ما يحصلش تاني؟ امنيه بعدت عنه. ليه؟ ما انا متجوزك. ما احنا اتكلمنا وقلنا جوازنا ده على ورق وبس، فبلاش نعدي اي حدود. ماشي يا امنيتي. يا ايه؟ يا امنيه. لا انت ما قلتش كده. يبقى سمعتي غلط. يلا تعالي ننزل نتغدى. لا انا ماليش نفس، انا اكلم مريم وابقى انزل. ماشي كلميها وانزلي، مستنيكي. ماشي. زين خرج وامنيه رنت على مريم. روما وحشيني قوي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه ده مالك يا بنتي؟ صوتك متغير ليه؟ في ايه؟ مفيش، انت عامله ايه؟ مش عليا يا مريم، قولي في ايه؟ مراد زعلك ولا ايه؟ مريم عيطت. مريم في ايه؟ قلقتيني عليكي، بالله عليكي قولي في ايه؟ مراد وصلني الجامعة وشفنا واحدة هناك سلمت عليه، وانا سبتهم وبعد المحاضرة شفتها وسألتها، قالت كانوا متجوزين عرفي وطلقها من اسبوعين. طب ما يمكن بتقول كده كلام وخلاص. هتقولي كده يا امنية؟ ما يمكن تكون بتحب مراد وعايزة تفرق ما بينكم. هي ما تعرفش ان انا مراته، وبعدين هتفضح نفسها ليه؟ قلتي بنفسك يعني لو هو الكلام بجد مش هتقول لحد، ولو عارفة انك مراته ما كانتش قالتلك. خلاص انا هخليه يطلقني. ما تتسرعيش يا مريم، واجهيه وشوفيه هيقول ايه. ماشي يا امنيه هحاول. امنيه قالت ماشي يا روحي، ربنا يقدم لك اللي فيه الخير يا رب. وبعدين عادي يعني. كنت هتعملي ايه لو زين؟ عادي علشان مش بحبه هنتطلق. هتعملي ايه لو دخل عليكي وترمى في حضنك وبيعيط ويقولك مراتي التانية ماتت؟ ما يهونش عليا زعله، هخليه يحصلها. ضحكتيني وانا ماليش نفس اضحك. والله ما انتي مش بتحبيه يا بنتي. الله اهو هو كده. يلا بقى سلام. سلام. امنيه قفلت ونزلت. سحر قالت تعالي يا حبيبتي كولي. حاضر. منوره يا امنيه. بس ياض ما تكلمنيش. ليه بس؟ وانا عملت ايه؟ لا ولا حاجه، ما انت بتكلمني بمزاجك. معلش الصبح كنت قلقان على ساره. ساره مين؟ ليه ماله؟ استني يا امنيه بس، قلقان على ساره ليه؟ انا ما قلت ساره، انتوا سمعتوا غلط. احنا الثلاثه برضو. ادم بتوتر. هي كان اتخانقت مع واحد وراحت الاسم، وكان لازم اروح لها. طيب ليه؟ هي كويسه؟ طيب كويسه. انا هروح اكلمها. كلي وبعدين كلميها. وبعد شويه زين اكل وخد قهوته وراح المكتب، وامنيه راحت وراه. امنيه وقفت على الباب. زين
عايزة اتكلم معاك، ممكن؟ تعالي يا امنية. هو مراد بيحب مريم؟ عادي، بيحبها، بس ليه بتسألي؟ اها عادي يعني. زين قام وقعد على الكرسي اللي قدامه. اكيد في حاجة يا امنية، مش هتسألي وخلاص. هما اتخانقوا ومريم عايزة تتطلق. تعرفي السبب ولا لأ؟ لأ. في امنية، انا اول مرة اشوفك متوترة كده. انا عادي جدا يعني. طب قولي لي اتخانقوا ليه؟ طيب مش لازم تقول اني قلت لك حاجه. ماشي قولي. بقول لك ايه، هو مراد كان متجوز عرفي صح؟ مين قال كده؟ مريم، واللي كان متجوزها قالت لها كده. طيب كان يعني مش متجوز دلوقتي غيرها؟ نعم، يعني كان متجوز بجد. طب احنا مالنا يا حبيبتي، سيبيهم يحلوا مشاكلهم مع بعض. لا والله، يعني يبقى متجوز ويتجوزها ليه بقى ان شاء الله؟ وبعدين ايه حبيبتي دي؟ طب هو حرام يعني؟ لا، بس لو كان قالها قبل ما يتجوزها كانت هتبقى احسن، على الاقل كانت تبقى عارفه بدل ما تعرف من بره. وبعدين ده جواز عرفي يعني حرام. طب لو انا مكانه هتعملي ايه؟ لا انا بحبك ولا انت بتحبني، فهيبقى عادي، لكن هما بيحبوا بعض. صح. طب انا هتجوز. فكر بس تعملها كده. ما انت لسه قايله عادي. طلقني واتجوز عادي يا حبيبي، انا هروح اشوف ساره. ماشي. امنيه خرجت وزين رن على مراد. ايوه يا زين، في حاجه؟ ايه ام الدخله دي؟ ما اكيد هتقولي شغل ومش شغل. مالك؟ مفيش عادي. لا والله علي انا يا مراد. عرفت، انا متصل عشان اقولك قلت ليه لامي اني ما جيتش الشركه. ما انا قايلك لو سالت في اي وقت قولها اني جيت. يعني انت مش عارف ان امك بتجيبها بطريقه تانية وتوقعني؟ ماشي، المهم روح لمريم واتكلم معاها بالراحه. ما انا عارف ان الكلام وصلك. عموما ماشي هروح، بس انا مش عارف هي زعلانه من ايه. ندى يا غبي، علشان سلمت عليا؟ لا، ندى قالت انكم كنتم متجوزين، دي اخرتها يا اخويا. هو ده اللي كنت خايف منه. هو بالك يا صاحبي، غور يلا. وانا اللي قلت لازم اقولك. هقولك ايه؟ تستاهل، دي اخره عمايلك. ده انت معلم واحنا منك بنتعلم. كنت بفكر اساعدك بس ما تستاهلش. وقفل في وشه. لا ومليون لا، مش موافقة، ده قد بابا، حرام عليكم. الراجل شريكي، شايفة قالك اللي انت عايزاه اعملهولك، ده غير فلوسه. ما انت بص لفلوسه وبس، حرام عليكي مش كده. اخرسي يا بنت، انا خلاص وافقت. ايه وافقتي دي؟ انا مش موافقة، انا اللي هتجوز مش انتي. مش كلمتك انتي اللي هتمشي. وسابتها وخرجت. حنان قالت ادخل يا مراد. عاملة ايه امي؟ الحمد لله يا ابني. فين مريم؟ في اوضته. قوليله عايزة اتكلم معاها. حاضر يا ابني، مراد عايز يقابلك يا مريم، وانا مش عايزة اقابل حد. سيبينا لوحدنا شوية يا امي. حاضر يا ابني، ربنا يريح بالكم يا رب. يا ريت مراتي حبيبتي تكون عقلت وشالت فكرة الطلاق من دماغها. الفكرة دي انا عمري ما هشيلها من دماغي يا مراد. ليه يا مريم؟ ممكن نتكلم؟ طيب انا عايزة ورقة طلاقي لو سمحت، وكل واحد يروح لحاله، وكفايه قوي لحد كده. طب مش هتسمعيني؟ لا. طب عايزه ايه؟ قولي لي عايزه ايه وانا اعمله. وعد. وعد. طلقني. طلاق؟ لا يا مريم، انا ما صدقت بقيتي ليا. طب انا عايزه اتكلم معاكي وبلاش عصبيه. انا مش عايزه اتكلم مع حد، وتطلقني بالظبط بدل ما خليك تطلقني بالعافيه. والله ده اللي هو ازاي؟ طب مش هطلقك يا مريم، وريني بقى هتخليني اطلقك ازاي. وعدتني على فكره. عادي، انا هحدد ميعاد الفرح مع ماما. ها انت ايه، ما عندكش دم؟ حرام عليك يا اخي. مقبوله منك يا حبيبتي. مريم، مش عايز اعمل حاجه نندم عليها. هتعمل ايه يعني؟ هتضربني مثلا؟ لا هعمل كده. وقرب منها ومسك ايديها وقال لها انا بحبك قوي يا مريم. انت واحد سافل وقليل الادب وما عندكش دم. انا قربت منك عشان اصالحك. انت ايه اللي جرالك؟ مالك لسانك طول كده ليه؟ مالكش دعوه ويلا اطلع بره. مش همشي. بقولك مش همشي واسيبك. بقولك طلقني. مش هطلق يا مريم، الفرح الخميس الجاي. وخرج. هيا يا مراد، عقلت؟ لا، بس الفرح الخميس الجاي. ازاي؟ معرفش. اتصرفي معاها انت بقى. سلام. سلام يا ابني. تاني يوم الصبح امنيه صحيت، لقيت نفسها نايمه جنب زين. ايه ده يا ربي، ايه الكسفه دي؟
اجيب لك اسيم اتجوزنا عشان تصدقي انه عادي؟ والله انا جوزك مش واحد مصاحبك. زين شدها لحضنه، عادي انا جوزك وبعدين انا بحبك كده. نعم هو ايه ده؟ ما تنساش اننا هنتطلق يا زين. زين بعد عنها وقف، عارف يا امنيه ولا قلتلك علشان تتعودي على كده مش اكتر. غير هدومه ونزل وقعدوا يفطروا. سحر قالت مش هتسافر يا زين انت وامنيه؟ نسافر فين؟ تقضوا شهر العسل. عسلي؟ لا طبعا. في ايه يا امنيه؟ انا كلمت امنيه في الموضوع ده يا امي وهي رافضه، قالت لا مش عايزه اروح المكان. ليه بس كده؟ انا حابه اكون معاكم هنا. ماشي يا بنتي اللي يريحك. انا هروح الشركه. وانا مش هخليك تروح. والله هروح الشركه علشان مراد مش هيروح. ماشي زين. انا هروح اشوف مريم. طب ما تكلميها، تليفونها مغلق. طب تعالى اوصلك. لا انا هروح كمان شويه. ماشي براحتك، المهم خلي السواق يوصلك. ماشي انا كويسه مفيش حاجه. طب عينك مالها؟ حد من اهلك زعلك؟ لا. ساره قولي في ايه علشان مش هسيبك. انا هروح المدرج. لسه فاضل نص ساعه، قولي في ايه. امي ووليد عايزين يتجوزوني الواحد قد بابا. ازاي ده؟ وانت ما رفضتيش ليه؟ انت شايفني موافقه ولا فرحانه؟ انا مش موافقه طبعا، هما باصين لفلوسه وبس، مش بيبصوا لبنتهم ابدا. طب اهدي كده وانا هتصرف. قطعت كلامه. شكرا يا ادم مش عايزه مشاكل. دومي وحشتني. ازيك يا سما؟ الحمد لله. مالك يا ساره؟ مفيش، عن اذنكم. ايه يا ادم مش هتيجي تطلبني من اهلي بقى ولا ايه؟ اطلبك ليه؟ ايه انت مش بتحبني وعايز تتجوزني؟ انا؟ مين قال كده؟ مش وقت هزار يا ادهم، انا بتكلم بجد. سما انا كنت معجب بيكي مش اكتر، لكن دلوقتي عادي خالص، ده مش حب. بس انا حبيتك يا ادم. عن اذنك عندي محاضرة. وسابها ومشى. مش مشكلة يجي غيرك. هي ماما مصحيتش بدري ليه زي كل يوم؟ انا هروح اشوفها لا تكون تعبانة. ودخلت مريم. ماما انت لسه نايمة؟ مش قادرة اقوم. طب خدتي الدواء يا ماما؟ ماما ماما كنت عارف انك هتكلميني. الحقني يا مراد. في يا مريم؟ ماما ماما تعبانة قوي. اهدي انا هجيب الدكتور وحاجي. سلام. وبعد شوية وصل مراد هو والدكتور، والدكتور كشف عليها. ايه الاخبار يا دكتور؟ وعشان تعرفوا بقية الاحداث تابعونا في الجزء الجاي، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة.